السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابة. اليوم بدينا نصوروا مديريه النقل ورا لا سيندي في داري تاكسي سيدي ابراهيم. ندخلوا لسونتر فيل ان شاء الله، وكالعاده مع العامل كل مره وين يدينا نمدو ان شاء الله تعجبكم الجوله. باش نحبس هنا يخدي ليها البلاصه هادي انت دي تحبس فيها. كنز عديت عليك قبل قلت لك هنا انترديت تما وين كنت انا ولي عديت عليك قبل يحبسوش تما هنا يحبسو اني فهمتك بنتك في شغل اي خطر يقفلوا الطريق كان فهمتي كوني اذا كوني طحت فيك المطار ولا حاجه يدير لك مشكل في الباب متواصل بلوغ المناعة الجمالية. أشرف اليوم ولي عنابة جمال الدين الولي على انتخاب عبد العزيز على عملية الانتخاب عبد العزيز شلاني على رأس المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة الذي حصل على 26 صوتا. ولي الولاية أكد خلال التنصيب على الدور الفعال للمنتخبين المحليين في المجلسين أو في المجالس البلدية وكذا المجلس الشعبي الولائي لتحقيق التنمية المؤقته. وساهمت عمليه معالجه الطاعون في المنتخب
فضلا عن تأجيل انتخابات تجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بعدما كانت مقررة نهاية الشهر الجاري. حملة تحسيسية إعلامية تنظمها اليوم وغدا مؤسسة صنع الغاز بعنابة حول حوادث الاختناق بالغاز، خاصة وأن مصالح الحماية المدنية تسجل منحا تصاعدي لحالة الاختناق بالغاز تحادي فإنه يبعد على الملكين وهذه المركبات التقرب بصفة فورية من المصلحة المختصة ببلدية إقامتهم لغرض استبدال بطاقة التقييم الخاصة بمركباتهم قبل انتهاء الأجل القانوني لهذه العملية والمحدد بتاريخ 31 ديسمبر 2021. كل مخالف للأحكام القانونية والتنظيمية المضمونة يقع تحت قائمة المركبات المنصوص عليها وسيما الأحكام القانونية 6/1/14 والمؤرخ 13/1/2001 والمتعلق بفرض حركة المرور عبر التوقيت وسلامتها وأمنها. الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. محطات حاسمة وخطوات ثابتة نحو جزائر جديدة. لبناء دولة الحق والقانون يجب إعطاء العدالة المكان الحقيقي التي تستحقها وبناء دعائم قوية لتحقيق العدالة الاجتماعية. هذه المحطة تعتبر فرصة لوكل فيها نفسها على إعطاء السلطة القضائية المكان المميز الذي يستحقه والتفكير في الأهداف المنشودة التي نسعى إلى تحقيقها باستكمال بناء دولة الحق والقانون وتكريس دعائم سلطة قضائية قوية مستقلة في الذكرى الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. الإذاعة تأتي الساعة 9:55 صباحا حتى 8 مساء على الآفاق. نجعلكم احنا ان شاء الله نهار الجمعه في فورم جديد في نادي الاستاذ.
صحيح يا اختي ربي خير. المشاريع الاقتصادية الوطنية والمؤسسات الناشئة بالإقلاع الاقتصادي الوطني. كيف جبنا المكتوب احنا هنا في برمة الغاز. نستضيف كذلك عبر الهاتف المدير الجهوي للنقل بالسكة الحديدية سيد عبد العزيز بن بلقاسم، وهو متواجد حاليا في العاصمة في مهمة عمل. سيكون معنا عبر الهاتف مباشرة من الجزائر العاصمة، وبالتحديد من المديرية العامة لقطاعه النقل بالسكة الحديدية، للحديث عن مشروع مهم تنتظره ولاية عنابة وتنتظره الجزائر ككل، ألا وهو مشروع تصدير الفوسفات عبر ميناء عنابة. طبعا مصنع الفوسفات أو كما نقول يعني المادة الخام تأتي من ولاية قبسة من جبل العنق وتمر على ولاية سكيكدا. هناك مشروع إنجاز مصنع لتحويل الفوسفات وتهيئته للتصدير وكذلك للاستعمال الوطني في مجال الفلاحة، ثم تكون ولاية عنابة كحاضنة لعملية التصدير من خلال ميناءها. يكون لنا حديث عن هذه المواضيع ضمن برنامج اقتصاد ومعرفة بعد قليل. دكتور عبد اللطيف بالغرسة أستاذ الاقتصاد بجامعة عنابة. طبعا دكتور، تتابعون هذا التطور الذي الحاصل في الساحة الاقتصادية ببلادنا،
هناك يعني نظرة جديدة تسعى إلى تثمين الإمكانيات المتاحة في الجزائر، ويعني الابتعاد عن المحروقات التي قيدتنا لسنوات، قيدت التطور الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وقيدت الكثير من الطموحات التي يأملها الشعب. في توجه نحو تصدير خارج المحروقات، هل يعني الجزائر اليوم تسير في السكة الصحيحة؟ ما هي يعني الإمكانيات المطلوبة لإنجاح هذا يعني التحدي الكبير اللي هو تصدير خارج المحروقات وترقية قبله ترقية المنتوج الوطني من أجل أنه تكون عنده تنافسية وقدرة على المنافسة خارج أو في الأسواق العالمية؟ نعم، بالنظر سيدي الكريم إلى النوايا المعلنة من طرف السيد رئيس الجمهورية وكذلك الجهاز الحكومي التنفيذي، هو التوجه نحو فك الارتباط بالبترول، هذا البترول الذي شل أيادي الجزائريين وأصبحوا يعتمدون على المداخل التي لا نتحكم فيها نحن، حيث أسعارها يتم تداولها في الأسواق الخارجية. بل أكثر من ذلك، لا يمكن للمصدرين أن يصدروا مما تم تحديده كسقف إنتاج من طرف المنظمات ذات النوايا، فإنها نوايا صحيحة سوف تعمل على إعادة المسار الحقيقي للاقتصاد الوطني من خلال التوجه إلى الاقتصاد الحقيقي وليس إلى الاقتصاد الريعي. الاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على الثروة من خلال الاهتمام بالقطاعات الثلاث، القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع الخدماتي. هذا الاهتمام الحقيقي من طرف الحكومة وكذلك من طرف القطاع الخاص يعمل على خلق الثروة الحقيقية الاقتصادية، وكذلك يعمل على فتح مناصب الشغل الدائمة منها والمؤقتة. وإذا نظرنا إلى واقع الأرقام التي أتى بها مؤخرا رئيس الحكومة، فإن ميزان المدفوعات حقق فائض في نهاية نوفمبر 2021 بقيمة 1.04 مليار دولار، وهذا يبين أن عملية ترشيد النفقات من خلال تقليل الواردات وكذلك عملية زيادة الصادرات من أجل المحروقات أتت بكلها. لكن ليس الجزائري أو الاقتصاد الجزائري الذي 1.04 مليار دولار، هذا يبين رقم قليل لكنه يدخل في إطار الشهرين الماضيين. زيادة على ذلك أن هذه الأرقام تعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تحسيس القطاعات الأخرى خاصة الصناعات التكميلية بلعب دور محوري في إنتاج الشغل، وكذلك فتح مناصب شغل، وكذلك استغلال الثروات الوطنية، وكذلك النوادي الأولية التي تزخر بها الجزائر في هذا الإطار. أي هي هنا وياسين تاني عيطي. دكتور، الجزائر كذلك تراهن على رفع صادرات البلد من العديد من المحروقات الباطنية حتى وغير المستغلة يعني بشكل جيد في حد الآن، لأنه قالوا برك نجي نفرجوا فريق أني حابة أرجع التلفزيون للصالة مناجم إنما يعني
أو ريادة الأعمال. العنصر البشري هو أول شرط في الاستغلال الأمثل لهذه الثروات. الشرط الثاني هو أن المؤسسات الوطنية بشقيها العامة والخاصة تعمل على استغلال هذه الثروات، حتى وإن لم تكن لديها التكنولوجيا الكافية فإنها تستعين بالشراكة الأجنبية في هذا الإطار. والجزائر لا زالت تعتمد قاعدة 51 في هذا الإطار 49 من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تمدنا بالخبرة من الجهة التي تحقق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات. طيب دكتور لطيف بالغرسة أستاذ الاقتصاد في جامعة النبا، كذلك فيه أهمية استراتيجية لولاية عنابة من خلال يعني ميناءها في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن التصدير خارج المحروقات. طبعا كما تعلمون أن قبل يعني أن نصل إلى عملية التصدير لابد أن تسبق هذه العملية ترتيبات وتحضيرات لوجستية، كذلك من ناحية النقل، من ناحية يعني قدرة المنتوج على التنافسية كما قلنا سابقا في الأسواق العالمية، لأنه ليس من السهل أن تخلق مكان يعني في الأسواق العالمية ونحن نعيش يعني ثورة تكنولوجية حديثة في 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 في, في الآلة وفي التسويق وفي كل شيء. حديث اليوم من بين المواد ربما التي ستكون لديها فاعلية اقتصادية وتخلق يعني حتى دخل. ممكن هنا من عشرة كوالي عنده الإجابة يقول لي وليد تم شك يحاول عليه تلاعب من يقول كزان بكري زادي نص ساعة ما هاتش الناس نعمل شانج معهم عشان ساعة تقرأ منها وليد ما هاتش أي ساقنا مش أخبيش والله يعني قلت لك أنا لحظة توا قدامي الإكرام فأنا حبيت معناه جيت نتفاعل معاك ونقول لك عليها وجيت فخر الدين بن يوسف معناها نتصور أنا فما بتسر اللاعب كان اكس بطولة مصرية بس هنا وعند سيف الجزيري اللي هو يلعب على الخير الواحد حتى وفرجاني اللي لعب قبل وروج ممكن يتحني ولا محمدي التانية بتاع عندهم يعني مش حاضر هذا شو كيراش نحكي شوية على كيراش كيراش قلت لي شو نتاعه وذاكر معنا تشكيلة الناس اللي باقينا محمد الشناوي اللي قال ما يلعبش يلعب الدوران الاساسي اكرم توفيق احمد فتوح محمد الونش وحجاج الفلاكس قدامهم حمدي فتحي اللي قالوا مش باش يلعب يلعب اساسي مع عمرو السوليه قدامهم مجدي قفشه فيليك الوار حسين فيصل احمد زيزو مروان حمدي الوغ وليد كيراش الاختيارات نتاع كيراش كيراش هذيك هي معناها الفورماسيون ممكن حجاز يرجع برا فور الماتش اللي فات قفشه كان على البنك وشريف بون خلى شريف وباش يبدا بقفشه تحت الاتاكون الفورماسيون نتاع مصر معناها كانت
ومن بعد مش يدافعوا ديما معناها اقل حاجه بخمسه سته لاعبين معناها سي ان جو اوفونسيف معناتها لعبهم يتباز برانسيبالمون على معناها شادين الكره ومن بعد يخلقوا الديكالاج عندهم معناها لو دوني جوز لحقيقه انا كنت تبعته ولا تكون كروار جوز معناها لاعب محترم كيف افشا كيف نحكيو على مروان حمدي معناتها سي ان جو سوليد بقراري لازم يطلعنا شويه على المستوى معناها الاجوال كيف زيزو لاعب الزمالك عندهم تجربة كبيرة كيف أكرم ولا فتوح على الجهة اليسرى معناها بالنسبة لي معناها يكيف محترمة مثلا ويكيف معناها شو الفرق فيه علاش كنت الناس قاعدة تطبق يعني تاخذوا على الكورة كونترينير نتاعهم معناها يعطيهم دي كونتيني حتى في وسط الماتش باش يغيروا من التمركز نتاعهم والا باش يعملوا كريتينج ولا باش يكونوا شوية ريبلي تالي معناها سي ان اونترينور اللي فيه يعرف شو يعمل مع لاعبين اللي عندهم مهارات ولاعبين معناها على مستوى محترم منتخب الكرسي لكن ان شاء الله تلقى الاثنين سهله وتوصل لاباس ولذلك يعطيك الصحه شكرا لك على كل هذه التفاصيل والملاحظات بخصوص تشكيل المنتخب التونسي المنتخب المصري الموعد ان شاء الله تقديم رد العدد التناسبي اقل من نص ساعه على ضربه البدايه احنا مازلنا معكم نعيشوا في لافون ماتش هذا تونس مصر والموسيقى حاضره ورجيم بعد شكرا وصلها الوقت الشتاء وحلوا الطرب كل قشره
تطوير الاقتصاد نتحدث عن شبكة نقل قوية ونقل سواء كان نقل بري أو عن طريق أو نقل بحري. هنا شبكة السكك الحديدية مهمة، وكذلك هنا مهم لدرجة كبيرة لإنجاح كل مساعي تصدير خارج المحروقات في هذه النقطة. وكذلك أردت أن أسأل بعدها عن ربما المعوقات التي تواجه التصدير عن طريق الميناء، لأنه في تعقيدات كثيرة تسعى الدولة إلى يعني وضع مرينة من أجل أن يتجاوزها، لأنه حتى اليوم الحديث ليس فقط عن الميزات الاستراتيجية، وإنما ليكيب جبنا المكتوب احنا هنا في حي الابطال الصناعيين الابطال مشيو شويه يعني الانتاج الصناعي اللي طلع لي زونغورو هذا المسعى مسعى التصدير لابيش ورتب سلسله قانونيه يسهل يعني المصدرين حتى صغار المصدرين من يعني ولوج هذا العالم. بداية ومن خلالك جميع مستمعي إذاعة عنابة الكرام، أن الجزائر بعد الخراج المبارك لم تعد تنظر إلى الأنوف لكنها أصبحت تنظر إلى الآفاق. جميع الاقتصاديين دقيقة ليكيب نشوف كيف صورنا برك الوقت المنظمات الاقتصادية العالمية الوطني لديه ما يسمى شروط. أول هذه الشروط كما تفضلت سيدي الكريم هي البنية التحتية، وعلى رأس هذه البنية التحتية هي قطاع النقل البري والجوي والبحري بجميع أدوات أو آلات أو فروع النقل المعترف المعروفة. لذلك فإن اعتماد منطقة عنابة كمنطقة التصدير إلى أوروبا وإلى غير أوروبا، وهي منطقة الربط البحري من خلال الميناء الذي يتم إعداده الآن بشكل عصري وبشكل ضخم، يحتاج إلى بعض المتطلبات. هذه المتطلبات تعتمد على أن المنتوج الوطني يكون في مستوى التصدير، هذه من ناحية. من ناحية أخرى أن الحكومة الجزائرية من خلال ورشات الإصلاح الاقتصادي الكلي، ورشة الإصلاح البنكي والمالي والميزانياتي وكذلك الجمركي، وهنا أضع صبعي على قضية الجمركي، هي التي تعمل على تسهيل عملية الاستيراد ومراقبة عملية الواردة. عملية الاستيراد عملية التصدير تحتاج إلى هذه الشروط، شروط القانونية من خلال وضع القوانين المساهلة وعلى أساسها وعلى رأسها الشباك الوحيد الذي يتعامل معه المصدر، كذلك أن يكون هناك تكوين وتدريب لإطارات الجمارك وأعوان الجمارك مع المنتجات الجديدة ومع القوانين الجديدة لزينكوتار من المتعامل بها في التجارة الخارجية مع المتعاملين الأجانب، كذلك تعمل على وضع تجهيزات إلكترونية متطورة جدا لكشف المغشوش من السلعة، وكذلك لكشف ربما سلع مهربة، ربما آثار مهربة، ربما يعني سلع مدعمة مهربة إلى آخره، أو دخول السلع المغشوشة أو السلع المضروبة أو السلع اللي يعطيك صحة التي لا تكون وفق القانون. لذلك فإن عملية النقل مهمة جدا جدا. هل للقطاع الخاص، السؤال يطرح، أن يدخل في قطاع النقل خاصة النقل الضخم؟ ما يستطيعش. لماذا؟ لأن لديه أموال كثيرة والمردودات قليلة وتأتي بعد سنوات طويلة. لذلك يجب على الدولة، وهذه النظرية هي نظرية جون مينارد كينز. سامحوني ليكيب مع إيطالي ورقة. الثانية من تولي رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تكون رئاسة الجمهورية، فكان فقط كان
تتسكى بمثلا تعليمات لحجم استغلال كافة العقول المتواجدة في البلد في الجزائر وإعادة بعض نشاطات استكشاف الاحتياطات التقوية غير المستهدفة وهذا كما هدي وجهة القضية لسيدي عاشور بلد خيرات يعني و وغيرها يقولون بأن الجزائر يعني أراضيها كلها منازل يعني والحمد لله لابد فقط من يعني استغلال التطور المعرفي ويعني استغلال هذه الاحتياطات التقوية التي ستنمي الاقتصاد. طبعا دكتور في هذه النقطة يعني نتحدث اليوم كذلك عن وزارة جديدة دخلت يعني تركيبة الحكومة الجزائرية اللي هي وزارة الانتقال الطاقوي وربما الحديث كذلك عن الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي هذا مهم جدا في الاقتصاد. طبعا احنا لما نلاحظ ان الحكومة تحاول ربط يعني هذه الدوائر الوزارية في الواقع الذي يعيشه الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وجعله في بيئة يعني مناسبة هذا في حد ذاته راه خطوة جريئة ويعني استشرافية لتقوية الاقتصاد الوطني أعتقد ذلك. نعم لكي لا ينطبق علينا قول الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء من فوق ظهورها محمود يعني جمان ماشي في الصحراء عطشانة والماء وراه فوق ظهرها. لذلك الجزائر لديها خيرات كثيرة جدا جدا وسيد رئيس الجمهورية قال أن سنة 2022 سوف تكون سنة اقتصادية بامتياز من خلال ماذا؟ من خلال استغلال جميع الثروات التي تزخر بها بلادنا ومن بين هذه الثروات كما كنا نتحدث على مشروع الفوسفات الذي يعتبر أكبر وأضخم الأخيرة كذلك قضية الطاقة الشمسية والانتقال الطاقوي ليكن في علم الجميع أن معدل الاستهلاك أو معدل التبذير في الطاقة الكهربائية في الجزائر هو أعلى معدل عالمي لذلك إحنا عندنا الطاقة الشمسية والحكومة أمرت البلديات والولايات أن سنة 2020 جميع البلديات سيتم ربطها بالطاقة الشمسية وهو الانتقال الطاقوي إلى الطاقة الجديدة إلى الطاقة النظيفة إلى الطاقة صديقة البيئة إلى الطاقة الغير مكلفة بل أكثر من ذلك الطاقة التي تأتينا مجانا وكذلك في قضية ترتيب النفقات من خلال الانتقال الطاقوي أن الحكومة أمرت جميع الدوائر الحكومية باستعمال في السيارات النقل التابعة للقطاع العمومي الجي بي ال بل أكثر من ذلك في جانفي 2022 سيتم تخفيض تركيب قارورة الغاز الجي بي ال وهو يعمل على تخفيض التلوث وكذلك الانتقال الطاقوي السلس لكن يحتاج ذلك سيد الكليف إلى وعي المواطن الذي يعني في عز النهار يعني والشمس ضاربة وتدافع إنه يعمل على إشعاع خاصة في المحلات وخاصة في الطرقات يجب أن تظهر الطاقة الكهربائية مكلفة جدا بالنسبة للسلطات المدنية والسلطات كذلك الإدارية قضية انتقال الطاقة والطاقات المنتجة جعلت الحكومة وزارتين ممتازة وهو عملية ليكيب جبنا المكتوب هنا في البوني بوني جديدة السوسيال والجميع النسبة والتفقيح لعنابة إلى تجاوز 47% من الساكنة وبرنامج والتفقيح متواصل لبلوغ المناعة الجماعية الأسر الفقيرة لهذا الشهر يأتي نظرا لتزامنه مع تاريخ عيد الثورة الموافق ليوم 17 من ديسمبر الجاري. النقابة
التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعبر عن تحفظها إذا فرضية تجديد الاتفاقية القطاعية التي تربط أصحاب الصيدليات الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، والتي ينتهي أجلها بحلول يوم 31 من ديسمبر الجاري، ولم تحقق جملة من المطالب، من بينها الالتزام بتصفية المستحقات التي حان أجلها والمتخلدة بذمة الصندوق. فواياجا بقري الأوروبية تنبه اليوم إلى أنه يجب اتخاذ إجراء صارم بشكل عاجل لمواجهة التفشي السريع للمتحور أوميكرون، محذرة من أن التطعيم وحده لن يكون كافيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموعد الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فانكونات، والمشوار التواصل مع حيدر في الدين المبارك. إلى اللقاء. تلعب تونس ومصر العربية، فكرة عن الأمبيونس ودلاقة المقابلة مع مكي عوني من منعها بالمقابلة. مرحبا مكي. هذا يتبع ماتش تاع مصر وتونس. فرجيني تيسي وغيلين الشعلالي محمد الدراجر وانتبه على كل هذه حانا بعد المكبر الدراجر حكم الشوي زنفر يظهر المخالفة ولا ليه شوي زنفر ده سوري المنتخب الوطني تونسي فرصة التشكيلة مع المنتخب فرصة وسط الميدان كل شيء فرجيني تيسي غيلين الشعلالي محمد الدراجر محمد أمين بن حميدة معهم يوسف المتاكي حانا بعد المكبر وسيف الجزيرة تشكيلة منتخبنا بالنسبة لتشكيلة المنتخب المصري في محمد الشناوي أكرم توفيق أحمد إيجازي محمود الوند أحمد سوء عمر الصدية محمد مجدي أفشا أحمد سيد يوسف الدين فيصل ومروان حمدي زملاء زوج تشكيلات المقابل زفر الحكم الإيراني علي رضا فهاني حاليا ركنية للمنتخب الوطني التونسي وسط أجواء جماهيرية كبيرة وكبيرة برشا وحضور جماهيري كبير وكبير برشا توا بدا يتملى ملعب 974 قبل انطلاق المقابل ممكن بدرجة درجين تقريبا 80% من الملعب او اكثر توا مليان وعلى الاقل نجمو نحكيو على الشطر بالشطر نجمو نحكيو على 50 في الجميع الحاله توا الكره هذه كره ركنيه اخرى بعد ما ضربت الدفاع كم معك ركنيه مع احتجاج لاعبيه المنتخب المصري في التنفيذ باش يكون حنا بعد المجد يحكيك على جوية جماهيرية كبيرة وكبيرة برشا فما دو فيراج فما فيراج المنتخب الوطني التونسي وفيراج المنتخب المصري فما زادة الجماهير التونسية بتت جماهير التونسية الموجودة خاصة في الفلوس بعد تعمل في شو كبير وكبير برشا هوني في المقابلة الوطن خمسة طيب حنا بعد يوضع كل منتصر طالبي كانت أخطر فرصة في المقابلة منتصر طالبي في الكورنيش يجري من تالي يضرب الكرة بالرأس تمشي فوق العارضة كانت فرصة أول هدف وحده كان منتصر طالبي ضاع هدف على المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله الطائف اللي تجيب هدف للمنتخب الوطني. شكرا لك ماكي، بعد شوي نرجعوا للمتابعة المقابلة ذي نهار كبير كرة القدم التونسية كملنا مع دقيقة كوبا راب المتابعة متواصلة في على كل رسالة دقيقة مصر وتونس تسمى اللي يربح نقابلوه فعلا ربحنا اليوم إن شاء الله مع قطر اللي يربح نقابلوه تعليق عند رضا وليد على الخمسة دقائق ست دقائق الأولى المنتخب خلينا نقول لكيب ناسيونال ركز في ست دقائق الأولى يعني ننطم بها ننطم دي بالماك بها برشا إن شاء الله نوصلوا كيف حاملين عنيهم بريسينج تري تري هو وهي كورة قاعدة تتفك بالضبط فاتا يقبلها أي مخالفة المنتخب المصري
وخالف المنتخب المصري ان شاء الله نواصله، لكن بعض الاحيان لازمك تقبل اللعب راه متنجم تشد ساعه ونص وانت في البريسين قضايا ما تنجوش. دونك لازمنا نعمل حسابنا على كل شيء اللي قاعد مثلا اون ليس جوي طلاكات بالتيران نتاعهم نخليهم يلعبوا، لكن فما يلعب في الزون نتاعهم بس الزون نتاعهم مالو لازمنا نردوا بالنا. برافو الديفونس قاعده قايمه بواجبها وفير اتونسيون وفير اتونسيون. وليد يجري على اعصابك، على اعصابك وليد. خمس دقائق الاولى، ست دقائق، ثمان دقائق الاولى. وبكر انا نعيش هالموقف. عرف واحد اونسيان جوكور وفي وقت من الاوقات. خرج الميكرو تاع مزيان وليد. اي في وقت من الاوقات لبست ماريو ليكيب ناسيونال، دونك اوتوماتيكمون باش نتحمس وسورتو قاعد نشوف في ديبار. حتى صوتك وتبدل. كيفنا رايحين الحي الريم الوقت نورمالمون هكا شويه نكملوا الفيديو. انا نروح نقول نخليكم على الاخير نسمع في الماتش ونقول لكم نتلاقاو غدوه ان شاء الله. السلام عليكم. شفنا الديسبوزيتيف هو قاعد يتغير توا حتى في 19 دقائق، ساعات تشوف معناها 5 2 3 ساعات تشوف 5 2 ساعات تشوف 5 4 1 هذه الكل تو ديبون من الكره وين تبدا معناها فين جهه وشكون الاقرب واحد هو اللي قاعد يبدا في البريسين. معناها هذا قلت انا ديجا منافسه باش تكون تكتيكيه بالاساس، معناها الكاليتي جوار ماهيش بعيده على بعضها، معناها دوبار ولا دوبار دوتر، لكن اللي باش يعمل الديفيرونس اليوم وكونه معناها التركيز العالي وما لازمكش فريمون تخلي لي زيسباس وتعمل سورتو غلطه والا تخلي هو ياخذ ثقه في روحه، كيما مثلا شفنا لا موفيس باس تاع حارس المرمى. خاطر البدايات مهمه برشا في الايطاليه. خليني ابو بكر قبل يمكن نزيدوا نطلعوا اكثر في شيختنا في الموجات الايجابيه، خلينا ناخذوا برونوستيك خاطر انا ما نعرفش علاش حاسس تروح هذايا ماشي للبرونوغاسيون. وليد ابو راوي 2-1 تونس. وليد الهجري والله نتصور انا يمشي للبرونوغاسيون زاد رمزي سمير رضا انا واحد بلاش لا 2-0 ان شاء الله تونس. وبكر عندك انت اللعبه تاعو ما نرى فيها واحد بشيء الى واحد واحد تمشي برونوغاسيون. حتى انا عندي احساس تاع برونوغاسيون ان شاء الله احساسي غلط لي اليوم ونربحوا من هكا الاحساس. حتى توا اللعبه متعادله، انت قلت اليمين خم شويه في اليمين علاش خاطر فما على اليمين فما درانكر على اليمين فما بلال وراه بلال وراه بدوني حتى حنا بعد جاب شويه جاب شويه في الكروار في الكروار كل واحد اليمين باش نجم يدافع وقت الكره تفك التونس. حتى على اليسار راهو نحكيو على زوج ملاعبيه ممتازين اللي عندهم ناس على الهجوميه كي نحكيو على كوفيتور حاجه مهمه ياسر. ان شاء الله ان شاء الله تنجح التركيب هذايا. 10 دقائق الاولانيين بوسيسيون بالضبط قاعدين ياخذوا في الكره معنا ياكد يكون نقول فيه بادي راكز المنتخب وسمعت سمعت سوغاني ما تتلعبش يتربح لازم شويه عرفت يتربح تنقر الطرحه نتاعك خلينا نقولها بالتونسي تقد الطرحه نتاعك هذا باش تلعب فينا. طلع شويه في الشيخه كان فما هات الموزيكا كان فما حاجه نعطيكم اي حاجه صلحت اول حاجه
شادي شادي شغل شادي يا ربحكم.